كلنا كبار وصغيرين بقينا بنلجأ له في بعض الأحيان وفي يمكن أحيان كتيرة. التطور اللي بيحصل عليه إنه دلوقتي ممكن يكون من خلال الشات جي بي تي والتطبيقات الشبيهة ليه صديق وزميل وقاعد ويانا وبنقعد بقى نحكي، مش بس نكتب تكست أو نكتب كلمات ويرد علينا بكلمات، لا ده بالصوت والحكاية بقت صعبة قوي. ممكن نقع في حبه؟ يا ترى لو وقعنا في حبه ايه الحلول؟ ازاي ممكن ده يحصل او نتعلق بيه؟ في تطبيقات الحقيقه الجين زي كلهم شغالين عليها دلوقتي، او يعني مواليد بقى الالفينات وانت طالع بيقعدوا طول الوقت مع الشات جي بي تي. الحكايه مش بس وسائل التواصل الاجتماعي. للاسف الشديد بقى اصبح جزء من يومه هو استخدامه ليها، ولكن هو دايما السؤال ليه التطبيقات دي او ايه اللي يخليها تجذب المراهقين او الجيل ده للدرجه دي؟ يعني هل مثلا بسبب انها عندها القدره انها تحاكي الحوار البشري؟ هل اصلا ده موجود انها تحاكي البشر في الحوار؟ هل بتلبي مثلا احتياجات نفسيه عند البعض مش هيقدر ان هو الجيل ده يقدر يحصل عليها فيروح للشات جي بي تي او غيره؟ هنعرف اجابات كتير عن الاسئله دي مع ضيفتنا اللي منورانا، المهندسه تغريد رفاعي خبير امن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، انا فرصه سعيده ان انا معاكم النهارده، وبصراحه الموضوع يعني حاجه مهمه جدا لان هو بقى جزء من حياه كل الناس. طيب خلينا نبدأ بفكرة إن الولاد الصغيرين دلوقتي من سن صغير جدا 10 سنين ويمكن يعني أقل أكتر، بتلاقيهم بينزلوا مش بس للتشات جي بي تي، في تطبيقات وأكيد برضو حضرتك يعني عارفاها وعلى دراية بيها، بينزلوها ويبدأوا يخلقوا هم كمان الكاركتر اللي عايزين يتكلموا معاه ويتكلموا، أو لو عايزين يستدعوا شخصية ما من التاريخ، من شخصية بعيدة عنهم في قارة تانية يصمموها ويقعد يحكي معاه. ليه هم بيلجأوا للنوعية دي؟ بصي، هو الـ AI عمل استادي كويس جدا لنقاط القوة والضعف في كل جيل، تمام؟ يعني احنا كجيل كبير شوية عن اللي هم الصغيرين، تمام؟ يعني مرينا بالاتنين، مريتي بفكرة اللي انت في حياتك تقعدي تستادي كتير وتبحثي كتير وتدوري على المعلومة، ومريتي ان انت فجأة لقيتي ان المعلومة بتلاقيها سهلة معاكي، تمام؟ الجيل دوت هم استادوا ان هو ما بقاش اصلا يعني بيبذل مجهود في ان هو يدور على المعلومه، بلس ان هو عارف المشاكل اللي بتدور حواليه اجتماعيا من كتر ما هو قاعد على السوشيال ميديا بيشير كل حاجه. فالفيتشرز بتاعت الاي اي، الذكاء الاصطناعي، هي الجوريزم مختلفه بتربط كل حاجه. يعني هي بمجرد ما انت بتنزلي الابلكيشن، تمام، هو بيجمع داتا وبيعمل باك جراوند عنك كشخصيه، يعني من واقع الاسئله نفسها كمان، من الاسئله اللي هو بيسمعها منك كتير، من واقع الاسئله، تمام، بلس من واقع البحث عنك. يعني انت كشخص دورت على ايه كتير، دورت على ايه كتير، بتتشات مع اصحابك، بتتكلموا في ايه، فهو عنده المقدره ان هو بالسرعه الرهيبه دي يقدر يجمع معلومات عنك ويعرف النقط اللي انت فيها قوي ونقط الضعف وانت عندك مشاكل اصلا ايه، فهيبقى ذكي جدا في الرد عليه. يعني يدور على الثغره اللي من خلالها يخلي الولاد يقعوا في حبه. طب خلينا نروح للتقرير ده ونشوف جمهورنا في الشارع. جمهور يوم سعيد سألناه الحقيقة، هل الشات جي بي تي والتطبيقات الشبيهة بي ممكن تحل محل أصدقائك أو صديقك المقرب الأنتيم بتاعك؟ نشوف الردود ونرجع نكمل. هل ممكن شات جي بي تي يحل محل صديقتك المقرب؟ اكيد لا طبعا. لا طبعا، لان في الاول في الاخر ده آلة، هي بس مجرد ان انا بستعين بيها في شغلي مش اكتر. يعني الذكاء الاصطناعي يعني ابدا ما يغنيش عن صاحبتي، فيدني جدا في حاجات كتير بس يغنيني عن حد من صحابي لها ساعة. ما بخشش في الحته دي في التعامل معاه، يعني ما بحطش خصوصياتي الكلام ده، لا انا بتعامل بس في شغلي. ايوه، يعني انا بصراحه بحس ان انسان زينا، مش عارفه يعني، بس اللي هو ساعات ممكن اتخيل ان هو بني ادم باسمه ومسميته، انا بالفعل سميته، لو انت اسمك كذا. لا طبعا، هو ما يغنيش عن صاحب الاساس، لا
مش هحس ان ده نورمال خالص. اكيد لا طبعا، الصحاب يعني التكنولوجيا غير واللغة غير، ما بتعاملش عليه وما يغنينيش عن صحابي المقربين. اي برنامج ذكاء اصطناعي او شات جي بي تي او اي حاجه عمره ما يغنيني عن شخص انا بتعامل معاه فيس تو فيس. ممكن وارد اه بيحصل ساعات لما تكون مخنوق وحاسس ان صاحبك مش هيحس بيك، هتحس ان انت عايز تتكلم مع اي حد. طيب لو من ناحيه ان هنكون مخنوقين متضايقين عايزين نفضفض شويه ونضحك شويه دي بسيطه، لكن من ناحيه ان هو يبقى صديق انتيم المعظم قال لا الحقيقه وقال لك يعني الواقع حاجه مختلفه. مهندسه تغريد رفاعي خبير امن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات ضيفتنا في هذه الفقره. الحقيقه ان في نقطه مهمه حضرتك يعني لفتي نظرنا ليها واحنا بنتفرج على التقرير، ان الحديث مع اولادنا عن ما تحكيش كذا ما تقولش كذا وان تخليه ما يتكلمش مع صحابه او مع قرايبه او معانا احنا شخصيا يخليه يلجأ للتطبيقات دي. بالظبط، لان انا كانسان محتاج ان انا اتكلم ومحتاج ان انا يبقى عندي دايره اصدقاء ومحتاج ان انا اكون صداقات واعبر، مش كل حاجه بتتقال للاهل. ففي الدايرة دي لما أنا أبدأ أبعده ويحصل فيها مشاكل والتربية نفسها ما يبقاش فيها توجيه، فبتبدأ إن هما بيلعبوا على الثغرة دي. فاللي أنا كدوري كأهل تمام أو كمجتمع كامل، كمجتمع المفروض إن أنا أبدأ أدرس التولز بتاعت الذكاء الاصطناعي في المدارس إن هي مجرد وسائل للبحث عشان أقدر تسهل عليا الحياة للتعلم. لكن ما منعوش منها أبدا. لا ما ينفعش إن أنا أمنعه، لان التطور التكنولوجي ما ينفعش تتمنع منه طبعا. بس يعني اخليك تنمو ان انت تبقى شخص كرييتيف مش شخص بتلغي عقلك، تاخد مميزات الاداه ديت وتترك عيوبها. ايه المميزات وايه العيوب من وجهه نظر حضرتك اللي نلفت نظر ولادنا واحنا كمان؟ لان ممكن حد مننا ينزل التطبيق ويقعد يتكلم في حاجات يعني برضو توديه في منطقه تانية، ونتابع بقى بعد كده المشكلات اللي بتحصل للناس من خلال الاختراقات وغيرها. يعني بالظبط كده، المميزات بتاعته ان هي وسيله للبحث قويه جدا، وتطورت لطريقه ان انا لو عندي مشكله في المذاكره ومسائل الماس والرياضه الصعبه جدا انا كولي امر ممكن اتعرض ان انا مش عارف احلها ومش عارف افيد ابني، لا نحاول مع بعض ان احنا نبحث عن المعلومه او ندخل له المساله ونقول له اشرح لنا ازاي تتحل، نستفيد احنا الاثنين مع بعض، نستفيد احنا الاثنين مع بعض تمام. في كل بقى الابحاث العلميه حتى رزايل الدكتوراه والماجستير ليها فوائدها وليها اضرارها، يعني الفوائد بتاعتها ما ياخدش يعني ما ياخدش ينسخ نفس الافكار اللي طلعها له، هو يعدل عليها ويضيف ويشوف المراجع سليمه ولا لا والحاجات دي. بالظبط، لان دي كمان بتخليكي ان دلوقتي اللي بيدي رساله الدكتوراه ينخدع، ممكن واحد ياخدها ما يستحقهاش، هو مجرد ان هو واخد كوبي بيست ما يعرفش اي حاجه عن الرساله، وممكن يبقى فيها بيانات غير سليمه ومعلومات غير سليمه، لان هو شات جي بي تي مش كل معلوماته سليمه، وجربنا ده قبل كده. ولكن حضرتك اتكلمتي في جزئيه مهمه جدا، فكره ان هو بيقدر ان هو يعرف من خلال حواراتي مع غيري اهتماماتي، من البحث اللي انا ممكن استخدمه يعرف اهتماماتي، هيعرف عني معلومات ممكن غيري اقرب ليا ما يعرفهاش هو هيعرفها. بالظبط، وبيبدا يلعب على ده عاطفيا. غير العاطفيا بقى، حضرتك كخبيره امن معلومات ازاي ده ممكن ياذيني انا كمستخدم ليه؟ يقدر الذكاء الاصطناعي يوصل لاي مدى يقدر ان هو يضرني بده؟ في بنوته قالت معلومه حلوه قوي دلوقتي في التقرير، قالت انا ممكن اعمل الشخصيه اللي انا عايزاها واقعد اتكلم عليها. طب هل هو عنده الداتا الكامله حوالين العالم ان يقدر يكون اشكال وشخصيات؟ لان هو ده بيكون تجميع للداتا على شكل شخصيه. ممكن الصور اللي انا شاركه فيها والمعلومات الشخصيه بتاعتي انا ابقى ستوري مع حد تاني، يعني انا كشخص اتنقل وتبقى معلوماتي متاحه للناس كلها، مش زي ما انا فاكر ان دي وسيله امان وان انا كده بحكي ويحاول الاسرار يربطنا بتاعتي ببعض بعد كده. بالظبط، يعني انا كده مش بحكي اسراري لحد ما يعرفهاش، بالعكس انت مش عارف اسرارك دي راحوا فين والا ممكن يحصل لك من مشاكل من تجارب سيئه، من بيبدا بقى اعلانات تظهر قصادك عند المشاكل النفسيه اللي انت بتمر بيها. زي ما انا مش عارف الاداه دي اتصنعت اخرها ايه، يبقى انا ما اديهاش الامان الكامل، لان انا مش عارف الهدف في الاخر هم عايزين يعملوا ايه. لكن انا احاول كعلميا ابدا اشتغل عليها كمجتمع في المدارس ان انا استفاد منها،
وعرف الاطفال ان هي مجرد وسائل بحث، لان احنا عندنا كذا ابلكيشن مختلف يقدر يفيدني طبيا، يقدر يفيدني هندسيا، يقدر يفيدني في البرمجه. فكل دي حاجات كانت بتاخد مننا وقت. ازاي انا مثلا يعني انا لو قدرت استغل ده ودرس الاطفال ان هم نعمل الابلكيشن الخاصه بينا احنا الخاصه بالذكاء الاصطناعي، واشوف المشاكل اللي بيواجهها المجتمع عندنا، زي مثلا انا كطبيب او مجال طبي مثلا عندهم مشكله ان ممكن الطبيب يضيع وقت ان هو يقعد يكتب تقرير، تمام؟ لكن ممكن من خلال التطبيقات ممكن من خلال التطبيقات ان احنا نقدر نطور ده ونربطها بتطبيق طبي، يبقى انا بدخله مثلا الاشاعات او التحاليل وهو يعمل التقرير سريعا وانا كدكتوره راجعه، فدي ياخد عدد حالات استخدام الوسيله. يعني ده اكزامبل ان انا ازاي استخدم الوسيله. طيب يعني من المشكلات اللي ظاهره دلوقتي ان الولاد ما بقوش بيتكلموا كتير، ما بقوش يروحوا للأب والأم أو للأهل يقولوا حصل في المدرسة كذا كذا، لأنه بيقعد مع التطبيقات دي يحكي ويفضفض. بتشوفي قد إيه ممكن الـ AI والتطبيقات التواصل دي اللي فيها تواصل ممكن تأثر على الحياة الاجتماعية؟ ممكن تأثر على الرئيس التنفيذي لشركة أوبن AI اللي هو سام، طلع بنفسه قالك من مخاطر الشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي إن هو ممكن يؤدي إن يموتنا كبشرية. ده هو شخصيا يعني الصانع طلع بنفسه قالك المخاطر غير متوقعة. هي المخاطر بتاعته هتظل وهنفضل نتكلم عنه أكتر من كده.